بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين. رجع لكم بوار من ظلام بعيد عشان نستمتع في مقطع جديد. طيب يا اخوان، صلوا على رسول الله. اليوم يا شباب عندنا شرح جديد ودرس جديد، كيف تحول ألعابك الخاصة بالأيزو في جهاز البلايستيشن 3، تم تحويلها من الأيزو إلى صيغة باكج على طول من خلال برنامج نستخدمه من خلال الكمبيوتر يعني. طبعا زي ما قلت لكم انا ما احبذ هذه الطريقه، لكن احبذ ان ايش تحملون العابكم على طول بصيغه الملتي مان او بصيغه ايزو. ليش؟ قد شرحنا عنها سابقا في مقطع كثير، وشرحنا ايش الفرق بين العاب الايزو والملتي مان والالعاب الخاصه بالباكج. الالعاب الخاصه بالباكج لازم لها عده اشياء عشان تشتغل معك، شبكه وتراخيص وحقوق وتاريخ ووقت واشياء زي كذا لازم انك عليك انك تسويها. اما بالنسبه لالعاب الايزو وصيغه الملتي مان يعني فهذه ما تحتاج اشياء زي كذا ولا اي شيء، فقط حمل والعب على طول. لكن الشرح هذا فقط مخصص للناس اللي عندها فعلا اللعبه بصيغه الملتي مان او صيغه ايزو ما اشتغلت معهم، فهذا الان ايش تسوي؟ مو تضطر انك تحذف اللعبه وتحملها بصيغه الملتي مان من اول وجديد، لا مو لازم انك تسوي هذا الشيء، على طول تقدر انك ايش تحولها على طول بسبب هذا الشرح اللي احنا راح نسويه على طول. ف يقدر انك يسهل عليك هذا الموضوع، او ان انت ما انت حاب صيغه الايزو وانت حاب صيغه الملتي مان تبي تحولها لصيغه باكج، تبي العابك كلها في رتم واحد او خانه واحده، فهذا شيء يرجع لك عموما. فاحنا راح نشرح لك الان كيف تحول العابك بصيغه الايزو الى صيغه الباكج على طول باستخدام برنامج معين، راح نشوف الان ونطبقها عمليا ونشوف في بعض الاشياء الحلوه انها ايش ممكن انك تستفيد منها عموما يعني. خلينا ما نطلع لكم مقدمه كثير وندخل مقطعنا لهذا اليوم مباشره. بس شباب اذا انت اول مره تشوفنا اتمنى تعطينا لايك على الفيديو وتشترك معنا بالقناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد القناه اول باول وما نطول عليكم. ونقول بسم الله وكمل معي الفيديو. طيب يا شباب رجعنا على جهاز البي سي او الكمبيوتر يعني. طبعا اللي يقول لي البرنامج هذا يشتغل على الجوال ما ادري ايش، ما اعتقد هذا برنامج مخصص للكمبيوتر يعني، لانه عباره عن اي اكس اي، فهمت؟ يعني خاص بالكمبيوتر يعني. فلازم يكون عندك كمبيوتر عموما او لابتوب او اي شيء كذا انه ينفع. فهذه عندنا اللعبه، لعبه ديجيمون او ابطال ديجيتال يعني، على جهاز البلاي ستيشن 3 بنسخه الايزو زي ما شايفين، نسخه اوروبيه صيغه ايزو. ف اول شيء عليك انك تسوي لازم تحمل لعبه طبعا بصيغه ايزو، او يفضل انها تكون بصيغه الملتي مان لو تبي ايش على طول على طول يعني. فكلها واحده اساسا، صيغه ايزو هي نفس صيغه الملتي مان لكن مفكوك الضغط عنها، فهمتوا؟ هذه الخطوه لازم ينتبه لها الكثير من الناس. صيغه الايزو شباب هي نفسها صيغه الملتي مان لكن مفكوك الضغط عنها. في لازم تفك الضغط عنها اول شيء باستخدام برنامج الرار، بيظهر لك بهذا الشكل عشان بيظهر لك بصيغه ايزو. لما تفك الضغط عنها مره ثانيه اللي هي مرتين يعني بيظهر لك بينتشر لك صيغه الملتي مان. شفتوا؟ هذه تقريبا معلومه الناس كثيره ما تعرفها. فهذه هي صيغه ايزو زي ما انتم شايفين الان. فاحنا بنحتاج اللعبه بصيغه الملتي مان اساسا عشان نحولها، مو بصيغه ايزو لا ملتي مان. فكل عليك انك تسوي تضغط عليها كذا ضغطه بالفاره يمين، وبعدين تروح على مجله الرار وتضغط على استخراج هنا، يعني استخراج مرتين، فهمت؟ اول شيء اول مره لما تحملها بصيغه ايزو بتكون مجله رار كتب يعني. تفك الضغط عنها في المره الاولى بينتج لك هذا الشيء، تفك الضغط عنها مره ثانيه بينتج لك بصيغه الملتي مان زي ما انت شايف الان. استخراج لا، ولا خليها استخراج الى يعني زي كذا الى مجلد زي كذا. شفتوا؟ بيستخرج لك ايش؟ لعبه بصيغه الملتي مان. هذه صيغه الملتي مان يا شباب، هذه صيغه الملتي مان. يعني صيغه الايزو هي نفسها صيغه الملتي مان لكن مفكوك الضغط عنها مرتين. فبنحتاج اللعبه بصيغه الملتي مان زي ما شايفين. خلاص هذا الان اللعبه هذه تقدر انك تتخلى عنها، او احنا ما نحتاجها الان، فقط نحتاج اللعبه بصيغه الملتي مان. فبعض العاب الايزو او كثير من العاب الايزو ما تشتغل على جهاز البلايستيشن 3، تعطيك شاشه سوداء. فلما تعطيك شاشه سوداء ايش الموضوع اللي عليك انك تسويه؟ يا اما انك تفك الضغط عنها وتحولها لصيغه الملتي مان، او انك تحولها بصيغه باكج زي ما راح نشوف الان. فعندك لازم يعني ايش تجرب الثلاث صيغ، ايزو وصيغه الملتي مان والباكج، واحده من الثلاثه ان شاء الله راح تشتغل. ما جربت ولا لعبه مره يعني الا واحده منها اشتغلت، ما قد جربت ثلاث صيغ وكلها ما اشتغلت، ما قد جربت من قبل شيء زي كذا. فانت عليك انك تجرب واحده بصيغه ايزو، اذا اشتغلت خلاص لا عليك انك تحول، اذا ما اشتغلت تحول صيغه الملتي مان، فك الضغط عنها انتج لك صيغه الملتي مان، هذا تنقله الى مجله جيمز لو تبي تشغلها بصيغه الملتي مان يعني. واذا ما اشتغلت معك بصيغه الملتي مان تحولها الى باكج زي ما راح نشوف الان. طيب تدخل عليه، نحتاج هذا المجلد اللي هو الجيم بس. فناخذ زي كذا قصة او نسخ براحتك، انا باخذ نسخ عن نفسي. بعدين تروح على هذا الباكج او البرنامج، بحط لكم طبعا في المدونه، وكل عليك فقط انك ايش تلصقه يعني هنا من ضمن البرنامج هذا يعني. بس هذا بس اللي عليك انك تسويه، تاخذ مجلد اللي هو الجيم تلصقه في برنامج، وبس كل عليك انك تسوي يعني ايش تشغيل البرنامج ضغطتين عشان ايش يحول لك اللعبه من صيغه المجلد يعني او صيغه ملتي مان الى صيغه باكج. ضغطتين وخلونا نشوف زي كذا، انتظر عليه لما يقول لك شوف دن 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 كذا. ما اذا اعطاك ايرور معناه في شيء عندك خطا، ف
حاول انك تسوي اي شيء يعني، او اللعبه في يمكن هناك ملفات او شيء زي كذا، فحاول انك تشوف الشيء. شفته قال لي بيحول لي الصيغه الى ايش؟ الى ان بي اي، فهم؟ ان بي اي هذه او ان بي عموما هذه صيغه الباكج على طول. صيغه الملتي مان تبدا ب بي ال، بي ال تكون على طول صيغه الملتي مان، ان بي تكون صيغه الباكج. شفته قاعد يحول لي الصيغه على طول، فانتظر عليه لما يخلص. هو بيخلص صراحه على حسب يعني سرعه الجهاز اللي عندك وحجم اللعبه. حجم اللعبه زي ما شايفين الان تقريبا 500 ميجا، فممكن راح يكون سريع يعني كذا. فالميزه في نسخه الباكج هذه، شفت قال لي خلاص تم التحويل، تقدر انك ايش تخرج الان تو اكزيت، يعني تخرج من البرنامج. الشيء الكويس في صيغه الباكج اول مره صراحه في حياتي اشوفها، انه ايش انك تضغط لك المجلدات، تضغط لك يعني تكون النسخه اقل يعني نسخه اللعبه زي ما شايفين. لما اروح زي كذا شفتوا دقيقه، لما تكون خصائص راح تكون 600 ميجا، لما اشوفها كامله الان بصيغه الباكج بعد ما تحولت شوف يكون كم 400 ميجا، يعني تم ضغطها 200 ميجا، يعني شيء كويس يعني يكون ما يكون يعني ثقيل على الجهاز كذا. الشيء الميزه الثانيه انك لما تدخل على اللعبه يعني بيظهر لك ان اللعبه موجوده بصيغه باكج، زائد يكون معها ملف التحديث، زائد يكون معها ملف الاصلاح الفكس. يعني هذا شيء ممتاز، ما يحتاج انك تدور عليه في مواقع اذا ما لقيتها التحديث والفكس، لا لما تحولها على طول يظهر لك كل شيء بها يعني على طول زي كذا، فيظهر لك اللعبه والتحديث والتراخيص. فشيء كويس يعني، هذا الشيء اللي انا يعني انبهرت منه، شيء ممتاز يعني. فكل عليك انك تنقل هذا الثلاث مجلدات الى الفلاش اللي عندك او الهارد ديسك براحتك، نسخه وقص. انا خلاص ناقلها فعلا للفلاش. خلونا الان ننتقل على جهاز البلاي ستيشن 3 عشان ايش نجرب اللعبه ونثبتها ونشوف هل هي ناجحه ولا لا. خلاص تبي تحذف هذول البرنامجين او خله عندك يعني، عشان لو تبي تستفيد منه بشيء باي شكل من الاشكال هذا خلاص، فهذا شيء راجع لك. ننتقل على جهاز البلاي ستيشن 3 ونكمل خطوات هناك. طيب يا شباب رجعنا على جهاز البلاي ستيشن 3 وخلونا نشوف وين نثبتها. طبعا اي لعبه باكج تثبت من الباكج مانجر، اي لعبه باكج تثبت من الباكج مانجر، واي تحديث يثبت من الباكج مانجر، اي فيكس يثبت من الباكج مانجر، عكس الالعاب الايزو والالعاب الملتي مان تثبت من الملتي مان نفسه. لما تكون العاب صيغه ايزو تنقلها الى بي اس 3 ايزو، بيكون عليها قرص باللون الازرق. اذا كانت بصيغه الملتي مان اللي هي مفكوك الضغط عنها مرتين، بصيغه الملتي مان يعني تنقل الى مجله جيمز في الملتي مان، اما بالنسبه للالعاب الباكج يعني تثبت من القائمه الرئيسيه. فخلونا نشوف هنا الباكج مانجر والباكج انستولر، انا بخليها كله يعني نثبتها مره واحده يعني. وبتلاقي عندك زي ما شايفين الان هذه اللعبه بصيغه باكج زي ما شايفين، وهذه التحديث اللي فيها وهذا الفكس، او هذا التحديث وهذا الفكس. فاذا تبي تثبته كله مره واحده يعني هذا ما عليكم، انا هذا بس باكج الويب مان اخر تحديث عشان كنت اسوي تجربه عليه زي كذا. فخلونا نثبتهم كلهم مره واحده كذا بالضغط على انستول باكج فايلز، فانا بضغط عليه ضغطه واحده زي كذا عشان يثبت لي اللعبه، لعبه ديجيمون. فحجمها زي ما قلت لكم ما صار كبير يعني، صار بعد الضغط لما تحول لصيغه باكج صار 400 ميجا بعد ما كان 700 ميجا، فهذا شيء كويس يعني صيغه الباكج يعني تضغط لك اللعبه، و يعني يكون في معها من ضمنها اللي هي ايش التراخيص والفكس، او قصد الفكس والتحديث. هذا شيء كويس يعني، عكس اللي هو ايش لما تاخذ اللعبه من مثلا من المواقع شيء زي كذا ما يكون معها اي تحديث ولا اي فكس ابدا يعني. فهذه ميزه صراحه في البرنامج هذا انك تحول العابك بنفسك تحصل على اشياء كويسه يعني، فشيء كويس عموما. خلاص خليه يخلص وبعدين نرجع لكم مره ثانيه. خلاص خلصت. الان لو نروح على العاب جهاز البلاي ستيشن 3 بنلاقي عندنا لعبه جديده انضافت اللي هي لعبه ديجيمون. خلينا ندور عليها. اوكي شاهدون شايفين الان هذه هي ما كانت عندي يعني ابدا، تو انضافت يعني. فلما نروح عليها نضغط مثلث ونضغط على البحث عن تحديث بنلاقي ان اللعبه اكيد انها محدثة على احدث التحديث زي ما شايفين الان. قال لي خلاص انت فعلا مركب احدث التحديث، لان زي ما شايفين ركبت لها التحديث من خلال الباكج الزياده اللي اعطاني اياه، وحتى اكيد انها تشتغل لان مركب لها الفكس. فبنسبه كبيره ان شاء الله ايش راح تشتغل معك بنسبه كبيره. فقط زي ما قلت لكم انا ما احب هذه الطريقه، لانك لازم عندك تكون ايش تراخيص حقوق تاريخ وقت وشبكه وزي كذا. لكن انت لو انت خلاص مامن نفسك من ناحيه الاشياء هذه كلها خلاص اتوقع ان لعبه الباكج ما تكون فيها ضرر عليك يعني، او ما راح يعني تبلشك زياده. فخلونا نجرب اللعبه ونشوف. انتم شايفين على طول يعني زبطت معي، لا اعطاني لا تاريخ وقت ولا حقوق ولا شيء، لان انا خلاص مثبت كل شيء حرفيا يعني. انتم شايفين اشتغلت اللعبه معي عادي جدا و كويس. خلونا نجربها كذا عشان والله على الالعاب هذه لعبتها مره وختمتها استمتعت فيها صراحه. حجمها صغير وتناسب يعني
الواحد اللي بيرفه عن نفسه شويتين، يرجع لايام زمان كذا، العاب اللي هي ايش لما كانت ممتعه فعلا، مو العاب الان اللي هي الله هذا تحول. احب العاب الانمي، العاب الانمي مره مره مشهوره يعني، مو العاب الانمي اللي مره جديده يعني، ون بيس اكيد انها ممتازه، ناروتو برضه فتره ممتازه، اتمنى تلاقي برضه ممتازه بعد طبعا رهيبه كذا يعني، الألعاب اللي هي مرشات دي وتحت اصبر يا طول ادري ايش انت اسوي لك لازم اشحن فيها وقت تطور، بعض الالعاب الاجزاء كذا يعطيك اللي هي تطور فيها. والله كلهم بيكونوا ضربه تروح نص الدم حطانا هذه. ما ادري كان اسمها جت علي والله موت اصوات مره مره، مع اني ماني حاطط سماعات ماني سامع شيء اساسا، لكن اتوقع ان اصواتهم مره بس شغاله خلاص كفايه لحد كذا يلا. وبس يا شباب هذا كل ما يجب ان يقال في هذا الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا فيه واستفدتوا منه. طبعا إذا صعب عليك شيء بخصوص الفيديو تقدر تواصل أو فيديو سابق يعني تقدر تواصل معي لأي مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة في لمحة أو في خانة الوصف. وفي شيء أخير شباب لازم تفهمه، إن هذا المقطع انتهى. يعطيكم العافية على المشاهدة لحد الآن، ولا تنسوا يا شباب تضبطونا من اللايك والاشتراك والكومنت والشير والأشياء الحلوة هذا شباب. وإذا فاتك أي شيء بخصوص الفيديوهات عموما تقدر تشوف هذول الفيديوهين الموجودين هنا، تشوف الأول تستمتع فيهم، وإذا حاب ترجع له مرة ثانية حياك الله في أي وقت. ونراكم في لقاء آخر جاء فيديو جديد، مع السلامة.